تعريف رواد الأعمال بكافة التسهيلات اللي توفر لهم من الجهات الحكومية أو حتى التشريعات، وجلوسهم مع المشرعين بشكل مباشر يسمح لهم بأنهم يطرحون كافة الأسئلة اللي موجودة عندهم، يوصلون له صوتهم. كثير من الأحيان المشرعين بحاجة للوصول أو سماع صوت ممارسين الأعمال، معرفة المصاعب اللي تواجههم. فوجود مثل هذه الأسابيع شيء مهم جدا، وفي مصلحة العمل للطرفين سواء رواد الأعمال حتى لجهة الحكومة.